حبيبات البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الكل يكون بخير وبصحه جيده. يا ربي تبعد علينا هذا البلاء ان شاء الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. المهم شكرا على التتبعات نتاعكم. وبالنسبه للقناه نتاعي غادي تكون ان شاء الله جولات، وفيها طبخ عراقي وطبخ مغربي وطبخ عربي وامريكي، بكوني كنشتغل بالمطبخ الامريكي. فعلى بركه الله غادي نبداو المقادير، ما غاديش نطول عليكم بزاف. عندنا هنا طاجين، اللي ما كيتوفرش على طاجين يقدر يدير غير في اي جدر عنده، اي طاوه اي حاجه. ما عندناش شي حاجه يعني سهل حتى في الطبخ. عندنا دجاجة كوكلي صغيره تكون فيها نص كيلو، نصف كيلو يعني، واللي عنده دجاجة يدير دجاجة كاملة ولا على حسب المتوفر عندكم. عندي هنايا زوكيني، قرع او الشجر، كوسة، عندي فصين ثوم، عندي طماطة مقطعة، عندي حباية بصل صغيرة مقطعة صغيرة كتير، عندي هون حبتين بطاطا وقزبرة وبقدونس شوية، يعني تكون تكون مقدار ربع منها من هذه. وعندي هنا بازاليا او الجلبانة او لابوتي بوا. عندي هنايا بالنسبة للبهارات عندي الزنجبيل باودر، عندي ملعقة شاي، عندي نص او ربع ملعقة شاي فلفل اسود، عندي كركم نص ملعقة شاي. وهنا بالنسبة للملح حسب انتوما واش تحبون، يعني ملح زايد بالطبخ او ملح ناقص. بالنسبة للملح اللي عندي انا ما مالحش كثير، وزيت زيتون. فان شاء الله غادي نجيبو هاد الدجاجة، وغادي نجيبو شي حاجة تكون بحال هكا طاسة ولا اي شي. غادي نديرو هنايا البهارات، نزيدو هاد الثوم، نزيد عليه هاد نزيد عليه البصل اللي عندي، نزيد عليه الكزبرة والبقدونس. غادي نخلي شويه للسمين القادم من عنده. نزيد شوية تاع الزيت زيتون هنا، غادي نخلط جميع المقادير مع هاد الدجاجة. أنا ما كنستخدمش الملون الغذائي، فإذا كنتو كتستخدموه. هنا الدجاجة ديالي مزيان غادي نشرملها، دجيجة ديالتي. غادي ندير هنايا بين الجلدة بين رجيلاتو،
ندير شويه نتاع الزيت صراحه هذا ما عندي ما نجمع فيه لحقاش صغير بزاف نطبو واحد التقيبه صغيره هنا ندخلو هاد ندخلو الجيله و الجيله الاولى هنايا غادي نكتفو هاد الفريليس نتاعنا هو كتفتو في الطاجين هاد الخضيرة ديالنا غادي نديروها هنايا غير باش تاخد شوية ديال دوك البهارات اذا بغيتو ما بغيتوش تقدروا غير تسطفوها بالطاجين عادي كنت بس صفت نخدم بيدي على فكره انا هذا الكوكلي راني قبل نكعته في الماء شلت من عنده هذيك السفنجه ديالو اللي كتكون اول مره كنديروا ليه شويه تاع الخل شويه تاع الملح شي شويه تاع الزنجبيل اولا الزنجبيل وكنديروا ليه العصير ديال الليمون وعصير تاع الليمون الحامض هذا هو السر ديالو باش كنحيدو منو داك الزيت الزفره ديالو تماما فما تتبقاش الى عندكم يعني الى بغيتوا طيب ديروا الدجاج ديروا بهذه الطريقه ان شاء الله عمركم تحسوا بالزفره ديالو خصوصا هنا بامريكا الدجاج فيه الزفره كثير كثير قويه هنا غادي نخلي الكوكلي ديالي يتشحر وغادي نرجعوا للتتمه هنا الدجاجه ديالي بدات تتحرك غادي نحاول نقلبها كنقلبها وكنشحر معها هاد البصيله بالنسبه لهاد الدجاجه غنديروا لها تقيبه صغيره بحال هكا من الخضار والزر باش هذيك التوابل يدخلوا لداخل بحال هكا
هذا ما غاديش يتاخر الطياب لحقاش غير دجاجه صغيره. غادي نزيد هنايا الطماطم ديالي نسد على الطاجين ديالي ونقص عليه النار وكنديروا ليهش الماء كنشوفوا حتى كنشوفوا داك الخضره ديالنا واش لقات الماء ولا لا. عاد كنزيدوا ليه الماء شويه بشويه نتلاقاو في النتيجه.